النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز تقصارب، والتي تشير تقريبا إلى تواجد كميات من السحب والغيوم في المنطقة الشمالية من مصر. هذه السحب والغيوم هي مرافقة لأحوال جوية غير مستقرة، وتوقع أن تؤثر على المملكة خلال الساعات القليلة القادمة. سحب وكميات من الغيوم كما نلاحظ على ارتفاعات متوسطة وعالية في هذه اللحظة هي غير ممطرة. خرائط الضغط الجوي تشير إلى امتداد ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر من الجنوب قادم باتجاه الشمال، يدفع برياح جنوبية شرقية. يزداد تعمق هذا المنخفض البحر الأحمر وصعوده نحو الشمال خلال 24 ساعة القادمة، مع ازدياد وتيرة الرياح الجنوبية الشرقية المندفعة باتجاه المملكة. هذا منخفض البحر الأحمر توقع أنه سيطر على أجواء المملكة خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء والقسم الأول من يوم الأربعاء، على أن يتحرك هذا المنخفض الجوي باتجاه الجنوب الشرقي مبتعدا عن المملكة والمنطقة يوم الأربعاء، ويحل محله بدء امتداد لمرتفع جوي بمشيئة الله تعالى. يتصادف امتداد منخفض البحر الأحمر هذا أيضا بتحرك لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا تدريجيا باتجاه المملكة كما نلاحظ، لتصل أجواء المملكة مع ساعات نهار يوم الثلاثاء مسببة أحوالا جوية غير مستقرة، وتتحرك لاحقا هذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا نحو الشرق مبتعدة عن المملكة، وبالتالي تسيطر على أجواء المملكة خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء بشكل عام. إذن حالة من عدم الاستقرار الجوي من المتوقع أن تؤثر على المملكة اعتبارا من ساعات مبكرة من نهار يوم الثلاثاء، وتستمر معنا حتى ساعات صباح يوم الأربعاء، مترافقة مع أحوال جوية غير مستقرة تتمثل بنشاط في سرعة الرياح وهطول لزخات رعدية من الأمطار. نستعرض الآن معكم توقعات النموذج الحاسوبية لأماكن احتمالية هطول الأمطار خلال فترة تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. ليلة الاثنين على الثلاثاء الأجواء تكون إجمالا مستقرة مع فرص لبعض الأمطار الخفيفة المحلية التي قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد، ولكن في مناطق ونطاقات جغرافية ضيقة. اعتبارا من ساعات الفجر كما نلاحظ حزام من الأمطار الرعدية متوقع أن يتشكل في المنطقة الجنوبية من المملكة، يمتد إلى مناطق البحر الميت على وجه التحديد وبعض المناطق الأغوار الوسطى والجنوبية خلال ساعات صباح يوم الثلاثاء، تكون على شكل زخات رعدية من الأمطار. طبعا دائما كما ذكرنا سابقا حالات عدم الاستقرار الجوي تتمثل بعشوائية الهطول والتأثير، وبالتالي ربما تهطل بعض الزخات الرعدية في بعض الأنحاء تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة كفيلة بأن تعمل على جريان الأودية وتشكل السيول في الشعاب والمناطق المنخفضة. تدريجيا خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء يستمر هطول هذه الأمطار في هذا الحزام الذي ممتد من المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة مرورا بالبادية الجنوبية وأيضا منطقة البحر الميت كما نلاحظ، والمناطق محافظة الكرك وأجزاء محافظة مأدبة تكون على شكل زخات رعدية من الأمطار. أما خلال ساعات النهار تقريبا مع ساعات الظهيرة يبدأ صعود هذا الحزام الممطر أكثر نحو الشمال، ربما تطال بعض الزخات الرعدية من أمطار العاصمة عمان في ذلك الوقت، إضافة إلى اقترابها من المناطق الجنوبية من محافظة العاصمة واستمرار هطولها بشكل لافت فوق منطقة البحر الميت ومنطقة الأغوار وأيضا داخل الأراضي الفلسطينية. ولكن مع ساعات مساء يوم الثلاثاء يتوقع أن تشتد وتيرة الأحوال الجوية غير المستقرة، كما نلاحظ تنشأ هنا سحب ركامية رعدية ممطرة على طول المنطقة الجنوبية من المملكة، تشمل بذلك أيضا مرتفعات الشراء وأيضا أجزاء واسعة من مرتفعات الطفيلة والكرك ومنطقة البادية الجنوبية والجفر، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية من المملكة، أجزاء من محافظة العاصمة، أيضا بعض مناطق الكرك ومأدبة، وأيضا بعض الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة بما فيها البلقاء وعجلون، إضافة إلى الأمطار أيضا يتوقع أن تنشأ في المنطقة الشرقية. جميع هذه المناطق مهيئة أن تتعرض لزخات
رعدية من الأمطار قد تكون غزيرة في مناطق ضيقة وفي منطقات جغرافية ضيقة، وهذا كفيل بأن يعمى على تشكل ما يسمى بالسيول المفاجئة وجريان الأودية والشعاب خاصة في المناطق الصحراوية. أيضا لا يستبعد خلال هذا الوقت تساقط لزخات من البرد مترافقة مع هذه الأمطار الذي قد يكون كثيف أحيانا، كما قد تكون بعض من هذه الزخات على شكل زخات ثلجية في أعالي جبال الشرع وفي قمم جبال الشرع. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة ليلة الثلاثاء الأربعاء تبلغ ذروتها وتكون متركزة بشكل أساسي كما نلاحظ في المنطقة الجنوبية من المملكة على وجه التحديد في عموم المناطق الجنوبية على شكل زخات رعدية غزيرة قد تكون مترافقة مع البرد على شكل زخات ثلجية فوق قمم جبال الشراء، وأيضا بعض الزخات الأمطار محتملة في المنطقة الشرقية، وتضعف فرص الهطول كلما اتجهنا شمالا في المنطقة باتجاه الشمال تضعف فرص الهطول، وكلما اتجهنا جنوبا تزداد فرص الهطول بمشيئة الله تعالى وفقا طبعا لهذه النمذجة الحاسوبية. تطال بعض الزخات من الأمطار أيضا منطقة العقبة لاحقا في ساعات ما بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء، فكما نلاحظ هذه مع ساعات منتصف الليل بؤر غزيرة من الأمطار محتملة في عموم المناطق الجنوبية من المملكة، وكما ذكرت ربما تكون بعض منها على شكل زخات ثلجية. تصل الأمطار أيضا منطقة العقبة مناطق الأغوار الجنوبية إجمالا أيضا المناطق الجنوبية وأيضا أجزاء من المملكة العربية السعودية على موعد مع هذه الزخات الرعدية من الأمطار، ومع ساعات ما بعد منتصف الليل تصل الأمطار بشكل أوضح إلى منطقة حوض خليج العقبة وتستمر بالهطول في المناطق الجنوبية وتمتد إلى نحو المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى، وتبقى فرص الأمطار قائمة مع ساعات صباح يوم الأربعاء والصباح المتأخر تركز في المنطقتين الشرقية والجنوبية من المملكة على حد سواء، وتبدأ طبعا هذه الأمطار بالتراجع التدريجي اعتبارا من ساعات نهار يوم الأربعاء تحديدا في ساعات الصباح المتأخر، كما نلاحظ تبدأ الأمطار بالتحرك شرقا وتتراجع فرص هطول الأمطار في مناطق عدة من المملكة. هذا بالنسبة للتسلسل الزمني لهذه التوقعات المطرية خلال هذه الأحوال الجوية غير المستقرة. إذن كملخص تتركز الأمطار بشكل أساسي في المناطق الجنوبية من المملكة ومن ثم تليها المنطقة الشرقية، ربما تطال بعض الزخات الرعدية المناطق الوسطى بما فيها العاصمة، تطال هذه الأمطار أيضا مناطق البحر الميت والأغوار الوسطى. هذه الزخات عبارة عن زخات رعدية ضيقة النطاق قد تكون غزيرة في بعض الفترات كفيلة بأن تجري معها الأودية وتتشكل السيول، تترافق معها زخات البرد وقد يكون بعض منها مترافق مع زخات ثلجية فوق قمم جبال الشراء، وتصل بعض الأمطار أيضا في ساعات متأخرة من يوم الثلاثاء وليلة الثلاثاء الأربعاء وصباح يوم الأربعاء إلى مدينة العقبة. أما توقعات الرياح فتشير أيضا إلى أن هناك نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية مرتقب اعتبارا من ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة، حيث تتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية على أجزاء عدة من المملكة تكون مصحوبة بهبات قوية خاصة في المناطق الشفاغورية من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية بما في ذلك منطقة البحر الميت، مناطق الأغوار الشمالية والوسطى وبعض مناطق الأغوار الجنوبية، وهذا الأمر طبعا يشكل أحيانا خطرا على أصحاب المزارع والبيوت البلاستيكية وبالتالي عليهم الانتباه من شدة سرعة الرياح، وهذه الرياح طبعا نتيجة هبوبها يتوقع أن تعمل على إثارة موجات غبارية في بعض الفترات مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وارتفاع نسب الغبار أثناء حدوثها خاصة في المناطق الصحراوية بالمملكة، كما نلاحظ هذه الألوان تنم على وجود ارتفاع كبير في سرعة هبات الرياح المرافقة لهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي التي يتوقع أن تستمر سرعة الرياح بها حتى ساعات تقريبا ما بعد ظهر يوم الثلاثاء ثم تبدأ بالتراجع التدريجي، كما نلاحظ يحل محل هذه الألوان الزرقاء التي تنم على وجود سرعات أقل للرياح تدريجيا، يعني تنتشر هذه الرياح أو تنتشر هذه البقعة من الرياح التي تكون أخف سرعة وتتراجع تدريجيا سرعات الرياح مع ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء. بالعودة للأحوال الجوية طبعا بالنسبة لسرعة الرياح في مناطق المملكة المختلفة، لماذا دائما نقول ونحذر من السباحة مثلا في البحر الميت؟ لماذا دائما يعني نقول ماذا على المزارعين فعلهم في المناطق البيوت البلاستيكية في المناطق الشفاغورية؟ كما نلاحظ إذن هذه الرياح دائما الشرقية تكون وتزداد قوة عند عبورها سلسلة الجبال الغربية من المملكة سواء جبال الشراء، جبال الكرك والطفيلة أو جبال العاصمة أو حتى الجبال الشمالية، تكون الرياح في هذه المناطق نشطة السرعة مع هبات قد تصل إلى 50 أو 60 كيلومتر بالساعة، مجرد ما أن تعبر هذه الرياح الجبال وتنحدر باتجاه مناطق الغوار تكتسب المزيد من السرعة لتصل إلى 80 كيلومتر بالساعة بعد هبات هذه الرياح. تقع في هذه المناطق بيوت بلاستيكية عديدة ومنشآت زراعية عديدة من الشمال إلى الجنوب في مناطق الأغوار، وبالتالي هذه السرعة الكبيرة للرياح الشرقية تتسبب أحيانا بأن
الأضرار فيما إذا لم يتمكن المزارعين من التحضير لهذه الرياح. وبالتالي ننبه جميع الإخوة المزارعين بضرورة الانتباه بنشاط سرعة الرياح المتوقع غدا الهابطة من الجبال باتجاه المناطق الشرقية. أيضا ننصح بعدم السباحة نهائيا غدا في منطقة البحر الميت، كون الرياح أيضا تتسبب بحالات الجنوح عن اليابسة وأحيانا الغرق بالنسبة لمنطقة البحر الميت. وهذه الرياح الشرقية مستمرة معنا خلال ساعات نهار يوم غدا حتى ساعات المساء. بالعودة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة عمان، أجواء تكون بوجه عام يعني باردة، درجة حرارة 6 درجات مئوية، هناك فرص لبعض الزخات كما ذكرنا المحلية من الأمطار التي قد تكون رعدية، لكن الفرصة إجمالا ضعيفة خلال ساعات هذه الليلة. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، إذا يوم الثلاثاء درجة حرارة العظمى 11 درجة مئوية في العاصمة عمان، مع أجواء كما نلاحظ غير مستقرة، هبوب لرياح نشطة، فرص لبعض الأمطار التي قد تكون أيضا رعدية، ولكن السمة الأساسية للأجواء يوم الثلاثاء هو هبوب رياح نشطة ومثيرة للغبار في بعض الفترات. ليلا 6 درجات مع بقاء الفرصة المهيئة لهطول بعض الزخات من الأمطار. يوم الأربعاء درجة حرارة 13 درجة مئوية مع ظهور كميات من السحب والغيوم، والأجواء تستقر عموما. ويوم الأربعاء ليلا 7 درجات مئوية. أما يوم الخميس فالعظمى 12 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا، والصغرى 6 درجات، وأيضا الأجواء قد تكون رطبة في ساعات الليل. نعود الآن نستعرض درجات الحرارة العظمى المتوقعة يعني نهار يوم الثلاثاء والصغرى ليلة الثلاثاء الأربعاء. سنبدأها شمال من إربد 14-4، جرش 14-6، عجلون 13-5، وفي المفرق من 16 إلى 5 درجات مع رياح نشطة كالسمة الأساسية للأجواء يوم الثلاثاء، مثيرة لبعض الموجات الغبارية ربما تترافق مع بعض الزخات من الأمطار. المناطق الوسطى كذلك الأمر 11-6 في العاصمة، 13-7 في السلط، مأدبة 12-5، البحر الميت 21-13، وفي الزرقاء من 15 إلى 6 درجات مئوية. أما فيما إذا انتقلنا لمناطق الجنوبية الأكثر تأثرا بهذه الأحوال الجوية غير المستقرة، في الكرك أمطار رعدية 12-6، في الطفيلة 12-6 أيضا أمطار رعدية، في معان 13-5 أمطار رعدية، في جبال الشرى من 10-3 درجات مئوية مع فرص لبعض الزخات الثلجية، وفي العقبة في ساعات نهار يوم غد الأجواء غير ماطرة تكون 21-12، لكن تتهيأ فرص الأمطار في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء على الأربعاء. المناطق الشرقية أيضا تكون الرياح نشطة بشكل لافت وأجواء مغبرة مع بعض الفرص لهطول الأمطار، 17-3 في الرويشد، في الصفا 17-4، وفي الأزرق من 18 إلى 4 درجات مئوية. قبل الختام توصيات هامة بشأن الأحوال الجوية السائدة ومتوقعة في المملكة خلال هذه الأحوال الجوية غير المستقرة، لعل أهمها هو الانتباه من سرعة الرياح في المناطق الشفاغورية كما ذكرنا قبل قليل وتأثيراتها على البيوت البلاستيكية والمزارعين. ضرورة الابتعاد والحذر الشديد من التواجد في المناطق المنخفضة والأودية والشعاب خشية تشكل السيول التي قد تكون مفاجئة، وضرورة الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية وارتفاع نسب الغبار في الأجواء مع نشاط سرعة الرياح المتوقع. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دائما يمكنكم متابعتنا عبر تطبيق طقس العرب أو زيارتنا عبر موقع طقس العرب arabiaweather.com أو حتى متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.